اكتب 7 على 4 على شكل عدد مختلط. نلاحظ هنا أن الكسر غير صحيح، فالسبعة أكبر من الأربعة. دعونا نكتبه على صورة عدد مختلط، وأريد أن أوضح لكم كيفية عمل ذلك مباشرة. لنفكر قليلا ودعوني أستخدم ألوان مختلفة. لدينا 7 على 4. حسنا، هذا يساوي بأسهل طريقة أن نقوم بقسمة 7 على 4 القسمة الطويلة. إذن هنا 4 ونقسم عليها 7. ما هو ناتج قسمة 7 على 4؟ نقول أن هنا 1. لنجرب الواحد وأستخدم لون مختلف. إذن لدينا 1. 1 ضرب 4 يساوي 4 أطرح، والباقي 7 ناقص 4 يساوي 3. إذن بشكل واضح وبسيط عندما حللنا هذه المسألة نلاحظ بأن 7 على 4 يساوي 1، وهو الناتج، 1 صحيح و3 في البسط وهي الباقي من عملية القسمة، و4 على 4 وهو المقام الذي لدينا في المسألة. إذن ماذا يمثل لنا 7 على 4؟ يمثل 1 و3 على 4. إنه كسر غير صحيح تحول إلى عدد مختلط. هذا ليس سحرا ويبدو منطقيا، لكن حتى أؤكد لكم ذلك سأقوم برسم 7 على 4 على شكل مربعات حتى نتأكد من أن الإجابة منطقية وصحيحة. إذن لنرسم 7 مربعات. لدينا المربع، سأستخدم لون الأزرق، هذا مربع لنعتبر أنه ربع. سأقوم الآن بنسخ ولصق هذا الربع أكررون. نعم، لدينا ربع آخر. إذن لدي الآن ربع وربع، أي ربعان. والآن 3 أرباع، ولدي أيضا 4 أرباع. إذن هذا العدد الصحيح، هذا 4 أرباع متكاملة. ولدي أيضا الربع الخامس وربع السادس والربع السابع، 7 أرباع. والآن كيف يبدو لكم هذا الرسم؟ كل ما فعلته أنني قمت بكتابة 7 على 4 أو 7 أرباع بطريقة الرسم. والآن ماذا يمثل هذا؟ حسنا، لدي 4 أرباع هنا وهو 4 على 4، وهذا 3 على 4. لاحظ أن 7 على 4 عبارة عن 4 على 4 مع 3 على 4 كباقي. لذا اسمحوا لي أن أكتب بطريقة هي 4 على 4 مع باقي 3 على 4، إذن تساوي 7 على 4. الآن ما هو 4 على 4؟ هو 1. لماذا؟ لأنني أقول أن لدي 4 قطع من 4 قطع. إذن ما يظهر لدي هو 1 و3 على 4، هذا الجزء 3 على 4 وهنا 4 على 4. أتمنى أن يكون ذلك منطقيا بالنسبة لكم، وأنكم فهمتم بأن حاصل قسمة 7 على 4 هو عبارة عن 1 صحيح. إذن نملك هنا 1 صحيح. في هذه الحياة يمكن أن تتخيل أنه رقم متكامل أو فطيرة كاملة هي 1، ويتبقى لدي 3 قطع من 4 للفطيرة الثانية. إذن الناتج هو 1 و3 على 4. شكرا لكم.